رائد الخضر رئيس قسم أبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة CNBC عربية. قبل أن نبدأ بالتحدث عن تداعيات دلتا على أسواق وأسعار النفط، دعنا نبدأ من تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة البنى التحتية أو مشروع قانون البنى التحتية، والذي يبلغ تقريبا قيمته تريليون دولار أمريكي. ما هو المتوقع بداية، وكيف من الممكن أن يؤثر على تحركات المؤشرات الأمريكية برأيك؟ يعني بلا شك خطة ضخمة وكبيرة جدا، وتريليون دولار أمريكي من شأنها أن تحفز الأسواق الأمريكية بشكل كبير جدا. ولكن بالعودة إلى المعطيات على الأرض، نحن عم نتحدث عن اقتصاد مقدار النمو هو 20 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة، بالتالي نحن عم نتحدث على دفعة صغيرة لهذا الاقتصاد الذي أظهر تضررا واضحا من خلال جائحة كورونا. بالتالي نحن عم يكون في عنا حاجة وضرورة إلى أن يكون هذا البرنامج أو هذه الحزمة أكبر من هذا الحجم، حتى يكون لها تأثير أكثر وضوحا بالنسبة للأسواق. الأسواق كانت تتفاعل أساسا حتى خلال أزمة كورونا، وبالتالي مع وجود حزمة التحفيز أو حزمة خاصة بالبنى التحتية على وجه التحديد، هي عبارة عن حزمة سوف تختص بعملية الفرز والانتقائية، بمعنى أنها سوف تكون موجهة لتقوية بعض القطاعات على حساب قطاعات أخرى، مثل قطاعات صديقة البيئة، مثل قطاعات الإنشائية إجمالا، والقطاعات الصحية سوف تكون لها حظوة أكبر في الفترة القادمة. وخصوصا أنه لما نشوف كيفية تمويل هذه الخطة وعودتنا إلى أنها هي عبارة عن زيادات ضريبية، هي عبارة عن إعادة توجيه في الإنفاق وتأخير في بعض الحزم مثل الصحة وغيرها، هذه الوفرات حققت إمكانية تمرير هذه الخطة. ولكن ما يذهب إليه الديمقراطيون هو 3.5 تريليون، وهي الخطة الغير ملزمة على المدى المتوسط إلى الطويل، وهي التي يجب أن يكون هناك يعني معركة ضارية حتى يكون تحقيقها، وصعب جدا أن يتم تحقيقها خلال فترة زمنية معقولة أو في ظل ولاية حتى بايدن. بالتالي هذه هي الخطة التي يستهدفون تمريرها، وسوف يبدأ الحديث فعليا مجرد أن يتم تمريره والموافقة على الخطة الحالية. طيب دعنا ننتقل للحديث عن الذهب. مع الارتفاع الذي شهدناه بعوائد السندات الأمريكية والدولار الأمريكي بعد النون فارم بيرول وبعد بيانات الجولتس أيضا، إلى أي مدى ترى بأن الضغوط على الذهب ستستمر معنا، طالما أن المستثمر سيستمر بتسعير ما يعرف بالتيبر توك أو الحديث عن خفض ببرنامج شراء الأصول حتى قبل أن يبدأ الفيدرالي بالحديث عنه بشكل صريح؟ هل الذهب مرشح للمزيد من التراجعات برأيكم؟ يعني تمام مثل ما تفضلت، البيانات الإيجابية هي التي في الولايات المتحدة الأمريكية وسوق العمل تحديدا، وقراءة أكثر من 900 ألف وظيفة هي التي يعني ساهمت ب يعني تدهور أسعار الذهب إن صح التعبير. والحديث عن التابرينج أو تقليص برامج شراء السندات هو الأبرز، لأنه ممكن هذا يخلينا ندخل بجو السياسة التشددية قبل أن يبدأ فعليا الفيدرالي بخفض أسعار برفع أسعار الفائدة في العام 2023، وقد يسرع عملية رفع أسعار الفائدة في العام القادم 22. بالتالي ما يحدث حاليا على الذهب هو مزيج من عديد من العوامل، قوة في الدولار الأمريكي، انخفاض في جاذبيته في الوقت الحالي، أيضا في بعض البيانات التي تظهر وضوح هذا الأمر أو ضعف جاذبية الذهب. عندنا تدفقات خارجة من الصناديق المتداولة بالذهب بحوالي 129 طن، أيضا لدينا الانخفاض الطلب على يعني وإن كان غير مؤثر بشكل كبير بأقل من 10% على الأسعار، ولكن الطلب على الحلي والمجوهرات أيضا ينخفض بحوالي أكثر من 300 طن. عندنا مجموعة من العوامل التي تضغط على أسعار الذهب بالاتجاه الهابط، على رأسها قوة الدولار الأمريكي كمؤشر دولار أمريكي أمام معظم نظرائه، يضعف الذهب كذلك الأمر ويفتح مجال لمزيد من الهبوط. على الأقل المستوى أو القاع الذي لمسناه خلال مطلع تعاملات هذا الأسبوع بالهبوط بأقل من ساعة بأكثر من 83 دولار عند 1680 تقريبا، سوف يتم لمس هذا القاع ربما قبل نهاية تعاملات هذا الأسبوع، وذلك يفتح المجال إلى هبوط بأكثر من 100 إلى 120 دولار على الأونصة. ولكن صعب جدا
أن تنهار أسعار الذهب ما دون 1550 1540 لأنه نعود مجددا إلى معالجة التضخم وإلى سببه برفع أسعار السلع إجمالا. طيب دعنا نتحدث أيضا عن الدولار الأمريكي. عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عم تتحرك عند مستويات 1.3%. لدينا قوة للدولار الأمريكي بفعل البيانات الأمريكية، ولكن إلى أي مدى المخاوف الاقتصادية المتعلقة بالمتحورات كورونا قد أيضا تدعم الدولار بشكل أكبر خلال الفترة القادمة كملاذ آمن برأيك؟ يعني خلينا بس لحتى نفهم الوضع الدولار الأمريكي نعود إلى ما قبل أزمة كورونا، ولأنه هذا هو نفس الاقتصاد، هذه هي نفس المعطيات، وهذا هو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالاقتصاد الأمريكي. نلاحظ أن الدولار الأمريكي القوي كان غير مرحب به أساسا. مع وجود أزمة مثل أزمة كورونا يحتاج يعني، وكيف رأينا غير مرحب به؟ لأنه كان هناك عملية بطء بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، ولم تصل حتى إلى مستوياتها ما قبل الأزمة المالية العالمية عند 5%. بالتالي يعني فشلت أو يعني لم تصل إلى تلك المستويات، وذلك لضبط مستويات الدولار الأمريكي بشكل أدنى. بالتالي الدولار الأمريكي قوي في الظل الفترة الحالية سوف يكون غير مرحب به من صناع السياسة النقدية بلا شك، وحتى وإن كان يخفف التضخم الجامح ويكبح جماح التضخم الذي يصل إلى مستويات يعني مقلقة نوعا ما، ولا يزال يكرر الفدرال الأمريكي أنها مؤقتة. بالتالي سوف يتم التدخل مرة أخرى من خلال تبطيء عملية التابرينج أو يعني تأخير عملية التابرينج أو تخليص برنامج شراء السندات، وذلك سوف يؤثر سلبا على الدولار الأمريكي ويقلل من حدة ارتفاعه. ونحن شاهدنا ارتفاعات قوية للدولار الأمريكي أمام اليورو، الين، الجنيه الاسترليني، معظم العملات الرئيسية. ومثل ما تفضلتي أيضا في عندي ارتفاع في عوائد السندات، سوف يتم المعادلة من خلال تأخير والحاجة إلى وجود السياسة التيسيرية على الأقل حتى نهاية العام 2022. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.